يا البيج ان ذا هاوس. قل لي ملك الراب السعودي. الله يا خليك محزنة الراب السعودي. سلو موشن الواد حرامي فطيني كلك اصلع لعيب طلع خروف دارين. سلو موشن خالط الراب بالدين خصوم منافقين حلال ميوزك فايدين. سلو موشن الراب عمره ما كان حلال ليبرالية وانحلال يبغوا يمشوها ضلال. سلو موشن جاك البك اغتيال فجهز جيش الاطفال انت الحالة في النزال. ممكن تستغرب لما تسمع باراتي بس بعد البيف على الجميع لازم ابرز مهاراتي. اولهم سلو ابن النعمة والبوغاتي مسوي ولا تشارع وانت تنام ببجامة لولو كاتي. البيك هجم فجأة جاك من العدم ما راح ينفعك الندم مكانك ترى تحت القدم. ما احترم امثالك كلاب تعبان مبرم قال اعدام راح انعدم مجدك راح طاح من هدم. اللينات راح تنصدم كنك ابليس راح تنرجم كني توبك راح تنسجم بعد الدس يمكن تلتزم. بسمع ليش الواد بالنعمة ومتربي عطليش يبغى يسوي ولا تحار انت عارف ما بتاكل عيش فجيب الجيش اللي يحميك جيب الشروات اللي تعرفهم لانه البيك ناوي يغزيك. بنشاتي تغذيك تأذيك عكس بنشاتك تسليك اعذرك ضعيف كتابه قال ملك ما حاجه ليك. بنت انك بنت بنت انك بس بنت انك حرامي مرابر بنت انك لص بنت انك نكره انك فص بنت انك بنت تشيل وما تحس انتي بنت تتغطي تتعبي تتدفي تلتفي تتفي تتشفي تتصفي تنصفي بصفي تتوفي تتربي تتبكي تبغي تنحبي بتنقبي بتنسبي بتنضربي بتنهاني بتنصلبي ايام ايوه يقول سلاتيح دارت الدنيا وطالع كومبارس وسلوك مفاتيح. عيال الباب تربوا عدلة عالم طحاطيح العب في الحارة بالشون وتهزها على المراجيح. ابن النزل البك في النزلة متربي تمرين في العصر وانت في القصر متخبي عادي البيت يطلع عقد اللوع متعبي اخر بنش يثبت انك مو متربي. لا تنتظر تقنى نظيف شغل مايك وقت البيف ولو ما قدرت عالبيك زي جوكر شوف لك حليف كلم كلبك الاليف يساعدك في التأليف لانه لو نزل معاك انت ويا بتشم الرصيف. زلمة صلعون راكبينك الروم انت اللي زيك لازم تبعبص عشان حقه يقوم. في البحر ابعد عن القرش يا سمك لو تبغى تعوم في الراب ما في اي اخوة لانه ما في شي حيدوم. سو بوم 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 البيك استعد الهجوم اضف زوم 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 رصاصة خاصة للمرحوم. في العالم الجديد لا مكان للرخوم في عالم الجديد لا اراكم خصوم. لانك سهل قدامي ورق يتعطف ثمر يتقطف حر يقدر مستحيل يتنظف ضعيف بسهولة يتكتف فالدلوع انضرب كفه بسرعة يرجع يتأسف. رجولته معدوم الكلب وسخ نجس كلب بس قدام اطفال وصبيان ويظهر انه صلب. بعد شردت الكورنيش عالمرجلة تحسف خدت الليبتون النجس بعد ما تأسف. سلو موشن الواد حرامي فطيني كلك اصلع لعيب طلع خروف دارين. سلو موشن خالط الراب بالدين خصوم منافقين حلال ميوزك فايدين. سلو موشن الراب عمره ما كان حلال ليبرالية وانحلال يبغوا يمشوها ضلال. سلو موشن جاك البيت باغتيال فجهز جيش الاطفال انت لحالك في النزال. سلو موشن الأطفال اكتروا علي في هذا الزمان كل واحد يبي شهر على حساب الحيواني بيتني وانت زي متكلم معايا فينا أخواني يوم تجي هيك الفرصة يبدر بي الخوان ويوم يندر على بالي حني بيتأثر الظاهر مش اني عبالي صعب اني يكسر مو بأن لي كم طفل يخليني أتحسر. أنا فكر رافك لو كان مسكر أسوي كل اللي براسي ما حد لحشغل بي حين تكفوا بطل وأنا منكم ما علي ما راح تأثرون بي أبد ولو شوية. أنا سفاح كنت بالنسبة لي الضحية قلدوني بالأسلوب هذا هو حدكم لكن اتخسي عبالي يقلد واحد منكم فني أنا بوب انت على فانتي ما راح تنسوا شعر فيني لو تتحدوا كلكم. لو اشوفكم بقول على شرف امكم الموهبه اللي عندي مستحيل تلقوها عندكم. ما عندكم ما عندي الجد قبل الكلام اللي تقولوه اتحدى يا مجرد اطفال حقكم ماما وبابا. فلو جاني منكم بدل ما بتسبني غرابه لانكم صغار وما نعرف وش الرجوله اقولكم دافع صغيره مكفوله. ويست كوست جيز هنا مين يتنفس مجرد نفس لحظات عشان يعرف اني فوقهم حتى بدون كلمات. الظاهر بابا شغل عصابات لكن الواقع انه بلا بلا شغل اشاعات. على بالي انه جمهوره عبي طلع هو عبي جمهوره شغل واتساب وجروبات. تطلبوني اني بنسمع لهم صيحات كل هذا الضرب وشيبوبه لسه في حاله سبات. اني للان بحاول اني اترفع بس الكذب زاد وسلاحي ينفجر في الوش فجاه سلاح بالازناد. وهنا الرفيق بوقيدي خليك ترى بيات هدفها واحد بس انك ترى اموات. يمشيهم على المسطرة صيغة مجاز انا امشيهم على المسطرة اللي ميلة خليه شاد شعريا افلاس فاسدين والشي
جايب جراب زي بن باز في الدين رابي حر يا كوس من فينا المملوك يا خوال قولك متر ونص من فينا الصعلوك واذا عبادي بوجهاني روحي جور تهمني موتتك ما تهمني موتت ابوك والقلم وهزلي قلمي ازلي قدري بعملي وارتفاع علمي قدري قال قبلي طب هنا الشعيقي داعي المبدأ تراب لتراب ولا فخر اني رفاعي طعم الرومة قال اخليه نشغل بيه معارف انه الشي بياكل الطعم اللي يرميه قالوا جوانب للارانب قالوا جانبهم حربي يعني هم ارانب قاعدة تحارب جمعوا مخزون اوزان طلع جرام يا بزر لا تيجي تسوق الافلام ترى يكون افيد السلام كريستيانو يضرب يا رب استفزه بلتر انت مجنون تحارب جرامك اطنان ما انت مجنون شكله جرامك جرام ابيض ولاءكم رمية نرطينا حاسدة ليش احرقهم في فرنهم عجينة فاسدة يدعوا الكمال وهم نقص نسخ بيتا والصوت فهود وفي النهاية جستر جيتا كبيرهم للآن يستخدم قوافي زي الدعس يتبكس يرجع راسه منكس احط في كسر ما يتجبس وذا على الارقام التفاهة جيب ارقام روح شوف بربس الرقم رقم يبقوها رقام انا ابغى احترام وفي هذه النقطة الشي بناهم شايف المجال مزدحم في اللي يرضع ويرتاح في اللي ما يرتاح غير يوم ينفطم الكل يمدي يقول بطل داعس وانه هذه مدرسة الكل في الفصل دارس هدمت عندي مدرستك في الراب وقف دراستهم